إذا كتشكي عليه منها كتقول لي ملي كتكون نتايا على برا راه كتكون كتهضر في التليفون. المهم ما تسقطش أنايا. المهم كنت مع شي واحد شارك أنا وياه على الخدمة، صاحبي كتسمى صاحبك، شارك أنا وياه على الخدمة. شنو هو كان كيقول لي هو داك السيد، هو كان كيقول لي سيدي كنهضر مع بنت، مع واحد بنت خالها، بنت خالة المرأة ديالك. بنت خال المرأة ديالي. وتخيل اخويا، بادرت انا كنت كنهضر مع سيف بنت خالها وهي المرأة دايرة شنو، وامر شنو دايرة باش نبدل الصوت ديالها ما عرفتش. كيفاش؟ كان هضرت انا مع سيف بنت خالها، كنكون انا وياه كتهضر مع كيدوزها لي في سيف بنت خالها، وما شنو كدير الصوت ديالها ما كنتش كنعرفها. دابا صاحبك قال لك انني باش نفهم، صاحبك قال لك شوف راني تنهضر مع بنت خالت مراتك وتيدوزها عليك، ولكن في التالي راه صدقات مراتك هذيك، مراتك وي داك الشيء اللي ما بغاش يتفهم لي. وكنت كنهضر معاها واخويا واحد النهار، شوف باش بديت مولانا ملي كيبغي يفرش شي واحد. المهم كنت تغنين انا وياها، المهم بقاو كيتشكاو لي الوالد الوالده، كنت تغنين انا وياها، ديتها هرست هذاك التليفون، قلت لها سالي من التليفون، مشيت غضبت عند امها، مشيت هي هذيك بقاو كيعيطوا لي، مشيت نردها. غادي اخويا انايا بالموتور، تا كتهز لي هي التليفون في تسناو اوعدي انا ديما. يلا يفتح لك بالخير. الو تسمعوك دابا براين، تسمعوك كتسمع؟ تسمعوك. غادي انا هي ديك مشات غضبت، غادي انا كان مشيت المهم نردها، بقاو كيعيطوا لي، مشيت نردها. رد بالموتور، كتهز لي التليفون من الجيب ديالي، تليفوني. المهم شفتها، قلت لها شغادي ديري بهذا التليفون؟ قالت لي شغل الساعه شحال هادي وهذا. المهم فاش وصلت للدار قلت لها فين التليفون؟ قالت لي رديته لك لجيبك. قالت لي رديته لك لجيبك. هي هذيك وليت قلت انا كيفاش واش التليفون طاح لي، مأكد به ما رداتوليش، ولكن دوختني وقعت عليا والله الا رديتوك لجيبك، والله الا رديتوك لجيبك. المهم صافي وليت كنقلب على داك التليفون، كنصوني عليه والو طافي. هي مازال كتهضر معايا في سيفت بنت خالتها. فين تتهضر معاك هي؟ ما فهمتش كيفاش تتهضر معاك في التليفون. صافي زعما بالله بنت خالتها هذيك اللي كتعيط لي، وهي شريت انا تليفون اخر وهي ولات كتعيط لي في سيفت بنت خالتها. المهم كنهضر انا وياها، كي دايره فلانه لاباس عليها هانيه. المهم كتهضر معايا، واحد النهار انا جيت من الخدمه، شو مولانا ملي كي مع جيت من الخدمه دخلت للمحل، كنشوفها خطفت شي حاجه من البريز. قلت لها شنو هذا؟ قالت لي تا حاجه دارتها صدرها. شنو هذا؟ قالت لي تا حاجه. فاش كندقش لها صدرها كنلقى تليفوني اللي كانت خبعت لي، وقالت لي طاح لك. جيت تريقي، جيت المهم هي هذيك عاوتاني دقدقتها بالدار ما عليناش. ولينا بقينا غاديين في داك هذا، شنو هو كيخلط عليها كيشري لها تليفون داك السيد. كيشري لها تليفون. المهم انا عاد على المرأة ما عندهاش تليفون. المهم واحد النهار كان بقات كتهضر معايا، هي كتهضر معايا في سيرت بنت خالها، خصك تشري فلانة تليفون، خصك تشري فلانة تليفون. قلت لها ما عندها ما دير بالتليفون، قلت لها ما عندها ما دير بالتليفون. دابا بنت خالتها، تقولها لك؟ هي كتهضر معايا في سيرت بنت خالتها. وهي يعني خاصك تشري لها هي التليفون. اييه انت فهمتيني. يا خويا، كنت مع داك السيد جالسين انا وياه كيهضر معاها واحد الساعات، اخويا بحال اللي ضربني، الضو، عقت بيه شي حاجه. نط الزيت موتوري كنركب كنمشي للدار،
مع الدخلة كنسمع داك التليفون راك عارف سامسونج ملي كتبغي تفهم لاصاج كدير داك ترن. سمعت شي تليفون ترنن عندي قلت لها عندك شي تليفون قالت لي ما عنديش هي كانت كتهضر به وني سمعتني وقفت بالموتور قطعت. قلت لها عندك شي تليفون قالت لي ما عنديش قلت لها عندك والو سمعت شي تليفون غوت لي في المحل كاين شي تليفون. اخويا وهي في تقول دارتو فاش بديت كنبقى شحال شنو هزيت عليها الموس قلت لها دابا تقول لها الحوايج شطيطه بشطيطه هي كان كنقول لها على داك الحوايج من لكاع للراس الا على داك الحوايج من لكاع للراس سسهم كيطيح لي كيطيح التليفون فاش كيطيح التليفون كنهزو كنهزو شكون كنلقى صاحبي شكون مع من كنلقى هكذا هضر مع صاحبي اشوف اخو شوف اخو التريكي لعيالات كي داير المهم كنلقى هكذا هضر مع صاحبي ما بقيت ما قلت ما نقول عيط خوها عيط ما المهم دقدق صاب الضرب دقدق صاب الضرب عيط الوالديه وصاحبك جاو عندي اسمح لي نقاطع كان وصاحبك عارف بأن هي مرتك ولا بنت خالتها اخويا ما فهمتش لدابا لحد الان مازال ما عرفتش اها واخا كمل القصه عاد نرجعوا ليه هو زكا اخويا عيط لعائلتها جا وبعد فتح داك التليفون قلب داك الكارطا شكون كنلقى كنلقى داك النمره ديال اللي كتهضر معايا سيفت بنت خالتها واي اها كنلقى داك النمره قلت لها هادي انت هي كتقولي لي هذا قالت لي لا لا والله الا غير باش كنت مشيت داك النهار بنت حالتي كانت عطاتني التليفون وهذا فعطاتك التليفون كتهضري مع انا عاد كنت انا وياه ما كانش طقس معاه باش كانت كتهضر معاه ربي فضحها ربي فضحها اخويا ما عليناش داك الساعه شنو دار معاه بغيت نقتلها انا قال لي الوالد قالوا لي الوالدين والو ديما بقى الصالح سكت ديال الوالد سكت ديال بحالها كنعيط لخوتها الوالد جا ودابها اخويا بحال اللي داروا لي الطلامس وليت ضربت واحد 20 يوم ولا هذا وليت كنمشي لعندها وليت كنمشي عندها بقاو كيرغبوني دابا ما تهادات ما تعاودش ما ديرش بقات كتحلف لي بالقران حطت القران وحلفت عليه شنو انا قالوا لي والدي يا خويا داك المراه هي اللي الدار ديالنا الدار ما دخلتش الا بغيتي مرتك سير عم بحرك انت عم بحرك انت وياها كري ليها ولا موت انت وياها ولا اخويا كنهز كنمشي كنكري في مدينه اخرى شومو ما داك المدينه شكون اللي فيها هو نيس فيها واحد الدري لا هو خليته في المدينه اللي كنت فيها ما هضرتش اسمح لي هو ما هضرتيش معاه ما والو اخويا لحد الان دابا كيشوفني كيهرب ما هضرت معاه ما صونيت عليه في التليفون ما والو لا والو داك الساعه صونيت عليه داعين انا وياه هو انكر وشنو بقى كيقول لهم فاش مشينا عند المخزن قبضوه بوليس وهذا قال لهم انا كنت كنسالو شي فلوس نصب عليا انا غير كنت كنسالو شي فلوس نصب عليا اذا كان عارفه مرتك كان عارفه قلت لك اخويا المهم مشيت لمدينه اخرى داك المدينه اللي مشيت لها فيها واحد الدري كان رحل من داك المدينه كان صاحبي حتى هو رحل من داك المدينه المده ديال شي 5 سنين ولا 6 سنين المهم ساق لي الخبر رحلت لداك المدينه وليت كنتلاقى انا وياه كان المهم كيشوفها معايا واحد النهار اخويا بدر كان انا خدام في واحد الشركه في داك المدينه اللي رحلت ليها خدام في واحد الشركه اخويا حتى كيعيط لي شي واحد المراه شنو درت لها تما شرطت على والديها الساري وتنخرج نطرق الباب منوع الخروج والدخول نخرجك مره السيمانه ولا تنجي من الخدمه وافقت
هي ما عرفت كي دارت لي كتسرق لي داك الساروت كتخرج عليه تخرج عليه. كنت اخويا انا مشي مره شنو كنقول لها، انا نمشي نخدم وكنولي مع النهار كنجي نتغدى ولا هذا. واحد النهار كنجي كنلقى كلينيكس مليط بالماكياج، واش كيفاش انا هاد المره ما كاينش انا وهي ما وكلينيكس مليط بالماكياج شنو دار كلينيكس مي جاب الماكياج قالت لي لا لا هذا كنت كان المهم كنديرو راسي وصافي بحال كنلعب. المهم دير غير النية دوز داك السيمانة قلت هاد المرأة ولات كتلعب عاوتاني ساروت كي دار داتولي واش داو جنون وخرجت عليه ما فهمتش كي دار داتولي وخرجت عليه. المهم معليناش مشيت شنو قلت هدا غنبقى نقول لها نمشي نخدم وانا ما نخدمش. المهم مشيت مع داك خدام، انا خدمت معاه بديت نخدم درت داك جويل 10 الصباح وكيعيط لي شكون كيعيط لي داك الدري صاحبي اللي قلت لك راه حل المده ديال 5 سنين ولا 6 سنين لداك المدينه. كيعيط لي ما عرفتوش، عيط لي بريفي قال لي سلام تا فلان، قلت له ايه، قال لي اخويا شي حاجه وقع عندك في الدار دابا هو للدار. شنو قلت؟ قلت انا ما غادي طرد قلت لها شي بوطه وانا سد ليا الباب ولا ما نعرف. كان هود ما كلقاهاش، هو جاهز هام الدار جاهز شافوه هز هام الدار اوكي وكاي طوالي. كان هود ما كلقاهاش، سولت عليها الجيران قالوا لي ودي راه خرجت شفناها خرجت. وفتسولنا في غادية قالت لنا ودي راه غادي نتلاقى شي بنت خالتي، ما بنت خالتي غادي تجي عندي راني غادي نتلاقاها. اخويا مشيت مع داك مشيت لواحد المحطة كنقول انشاط بنت خال مربى ما تكون مشات تلاقى شي بنت خالتها ولا شي ما عارف. ومرا انا عارفها ما عندها لا تليفون لا والو، منين جابت التليفون ومنين جابت الساروت باش خرجت ما نعرف بحال اللي جنية الله يستر. المهم كنمشي لداك المحطة ما كان هو في كيدي يضرب بيا واحد ساعتين ولا هذا دايرة لي لقيتها مع كنجي نتقبل أوه؟ صاحبك عاوتاني ولا الحاجه اللي ومنين عرفاتو هو منين شافتو هو كيفاش عرفاتو كيدير طلع. المهم كنا شاركين انا ويا الخدمه كنمشي عنده كيجي عندي. يعني كنت تعرفك زمان معاه؟ لا راه المده ديال 10 سنين وانا معاه ولا اكثر. قلت لك اخويا مشيت لذاك المحطه ما مشيت لذاك المحطه ما كان جي معها غير قد لذاك المحطة هزها بطنوبيل صاحبك. مع ذاك الملاقية كانت لاقية كيزف لي بطنوبيل هو كيديها كيهرب هزها هربيها كان عيط انا رونديتو كيقبضوه في واحد المدينة اخرى وده في لاحة جيس مكناس يقبضوه عيطوا لي البوليس قالوا لي تهود عنا لواحد المدينة كنهود هو انكر شنو فدا لا حول بس حوايجو الخدمة وهذا وقالوا لهم كنت خدام. وانا عندي الشهود ديالي اخي بادر وما داروا معايا تاحل عيد تابعوا في المخزن والو تاحل ما داروا معايا. وهي فين كانت؟ اي اخويا مشات ضربت النهار الاول الثاني في التالي بقات كتعيط لي. يوم اخويا غابره على الدار في داها لا ما نعرف كتعيط لي قالت لي راني في واحد المدينه كنمشي عندها تلقاها تما في واحد الله كنطلعها للدار رقلتها على الموت والضرب صافي تبقات نفسها كتلقف طلقتها كان هزها كان ديال عن البوليس ديت عن البوليس داروا معاه قالوا لي بدا سير ديال الطبيب هذه راه كتموت ديتها للطبيب قالوا لي ديال الطبيب ولي ردانا ديتها للطبيب حيت ديك راه ليت فيه وفيها كيعيطوا له هو كيقلبوا لي اخويا بدر كلشي في عنقي. قال لهم ولا لذاك البوليس قال لهم انا كنت كنسالهم شي مليون واقيلا وهو اللي
المهم نصب عليا وانا ما دايرش هاد الشيء، كيقلب لي كلشي كلشي تعنق. قال لهم كنت كنسال وانا غنصب عليا وعندي الشهود وهذا، خويا ما داروا معايا حتى حل وتا حاجه. اخويا وبحالي دارت لي طلانص، دارت لي طلانص عاوتاني وكنولي كنردها. ودابا راني مازال في هاد المشاكل ما وحلت. دابا راك مازال معاها؟ لحد الان بحال اللي خويا دايره لي طلانص، والله ما بحال اللي دايره لي ماشي. دابا لحد الان راني دابا راني رديتها، لحد الان راني رديتها، هادي شي تقريبا عام باش رديتها. المهم مازال معايا. وشنو مالك دابا؟ ما كاين لا تليفون لا والو؟ لا اخويا مازال كنحس بها كتلعب. شنقول لك اخويا؟ شوف انا ما عرفتش واش جنيه ولا بنادم ولا ما. ودابا فين زدت اخويا نهار على نهار كنزيد غير تعنقش معايا، كنزيد غير تعنقش معايا. وزدت دابا في زدت حالتها هي حملت. واو. وانا ما كنتش باغيها تحمل ابدا، ماشي حقاش ما مرتاحش. كون كنتي مرتاح ماشي مشكل. انا قلت كنقولها ويهدي الله ويهدي الله صعوان، لحد الان ما باش يهدي الله. مازال دابا حالي راني في واحد البلاصة ولكني ما كتخرجش ما كتدخل، ولكني مازال حاسس بها في التليفون كتلعقد. وانت شاري لها تليفون؟ انت ما عطيها تليفون دابا؟ عطيها تليفون. علاش عطيها تليفون؟ اش ما عيطوليش عائلتها، هادشي السبب باش عطيها تليفون. وانا خويا دابا الوحلة اللي وحلت هي الوالدين كيقولوا لي واخا نموت وما تجيبهاناش حنايا تعاجي، وبغيتي تعوم انت ويا بحرك، ولكن هي اللي ما تجيبهاناش. هذه هي الوحلة اللي زدت وحلت كبيرة، وهذه هي الندمة اللي ندمت عليها اللي رديتها. بعدا واحد النقطة اخويا نسيتها لك. المهم باش كنت عاد بديت كنعيق بيها، واحد الليله كنا انا وياها عند امها دارهم. ما حاليا عند امها العربيه وهذا، المراه تسلتت مني مع داك الوالد جوج الليل، كانت ناعسه معايا في المحل. تسلتت مني قالت لي نمشي ناعس مع امي، قالت لي نمشي ناعس مع امي. بقيت انا من كريم هاد الناعس مع امي دوختني. جات مشاعر. ما شاك فيا انا راه المهم ما طايقش فيا. هي قالت لي نمشي نعس مع امي، مع داك مشات خرجت معايا من الصيف، راك عارف شي نعس برا شي داخل شي هذا. تبعتها شت شعلت فلاش تليفون ديال مع امها، ما نعساش مع واحد عمتها، ما نعساش. اخويا ما خرج لبرا وانا كنسمع التخربيش. نسمع التخربيش وانا كيبان لي بنادم دايز. كيبان لي بنادم دايز. اخويا ما كنطلع عندهم كنلقاهم جوج بهم جالسين كتهربوا لي الدار، كنقبضها في الدار. المهم جمعت عليها عائلتها هذاك الساعة كلها، كلهم نكروا كلهم لحد الآن. باش أنا قلت لكم ما كنحملهمش وما كنحملهمش يعيطوا لي. كلهم نكروا، قال لك كانت معانا وكلهم نكروا. وشنو في الصباح ولا هي كتقول لي كتعيط لي السيف داك بنت خالتها. السيف داك بنت خالتها كتقول لي راني كنت مع فلان وهذا، وراك فجيتي عنا وراحنا هربنا وخلينا شي حاجة تما، وهي هي خايبة. ودابا والله إلا حصلت، قلت لك حصلت مهم مع الوالدين. أولا ندمت على اللي رديتها، وزدت حصلت في الحمالة اللي حملت. ما سهلش يا أخي. ودابا هذا هو المشكل. عاوتاني هاد السيمة هادي واحد الشهر ولا ما كاملش
مازال كتلعب، عندي واحد الشهر عاوتاني نفس المشكل. عاوتاني كنت شي واحد باش انا حلفت على الصحاب وحلفت شي جبدوا لي الصاح ونقبضوا نحرقوا بلا سيد. اخويا قلت لك هذا عاوتاني واحد الشهر كنت مع شي واحد، المهم تا هو تصاحبت معاه فكنت حالف، صاحبت معاه اخويا وكنلقاه عاوتاني نفس المشكلة. عطاني تليفونه ومشيت كنقلب فيه وكنلقاه هو معمي، وكنلقاه مصرد لها شي فيديوهات وشي كتابة وهي ما قالت لي ما والو. عاوتاني ما قبضت هو دقدقته بالضرب، دقدقته بالضرب. هي بغيت ما حيدوا على عباد الله، قالوا كيرغبوني قلت لك دابا. المهم قال لك هي مبلوكية، هو داك خونا مبلوكية، ولكن ملي كيسرد لها هو عطاني تليفونه شو غير مولانا ملي كيبغي يفضح شي واحد قال لي سرد لي غير شي سخران. المهم شي تعبية وداك التابعه ما وصلاتوش، وقال لي ودي التابعه ما وصلتنيش، ما مشيت كان خانتش ما كنمشي له غير الواتساب. كنلقى نصرد لها، كنلقى غير نمرسها ونصرد لها. المهم هي مبلوكيه ولكن هو مصرد لها، قبضتو دقدقتو بالضرب. بقيت كنشوف راسي انا كتجرني هاد المراه غير المشاكل وحلت. ما عرفش حايب هضر عليهم انا اللي نقول لك تسدر شويه ديال خويا. خمس سنين زواج وليت مبليش شراب الكمايه فساد صافي من السماء. ما بغاش تقعد انت بنادم كتخدم معاه، وسمحت بوالدي انا فعلا قبلها، وسمحت العالم، وسمحت فرزقي، وسمحت تعليم، ما تلقاش معايا من خايب هضر. كنت مهم درين قيم رواح الماكلة الخدمات الشي اللي دابا البلية الشراب مرة مرون في دماغي ما مرتاح. أنا وياك كنا على مشاكل إبراهيم أخويا. مع الأسف كاين شي حوايج نقدروا نسامحوا عليهم وكاين شي حوايج مش نسامحوش عليهم. أييه أخويا والله إلا بالله هادشي هادي ندم عليهم. الله يعطيك سامحتي. أييه سامحت أنا قلت أنا عندي فيها خير هاد المسامحة، قلت مولانا ما عرفتش باش يعوضني. نتمنى هاد المرة إلا حصلتي شي حاجة خويا إبراهيم. شكون فيقك اخويا؟ شوف ما عارف شنو كدايري لي، والله ما عارف شنو دايري لي. واخا تعذب واخا يوقع لك اللي وقع دابا انا معذب، واخا انا معذب كل الهضره ما كتسمع. كلشي عافاك في لي كومونتير دابا، اي واحد يتفرج فكالي قسم بالله كيك تحل فما هذا شي حاجة، ولكني مرضتني في الحياة ديالي. الحياة ديالي شي الحياة ديالي مرضت فيها بقى فيه صاحبي حقاياش من انا مكتصبر معاه هو كي خويا سيدي شي رقيه ولا سيدي دير شي حاجه لان شي ماشي طبيعي. اخويا ماشي طبيعي كاع الناس يقولك سيدي الرقيه، لا احسن دير الرقيه. سير اخويا جرب راسك دير الرقيه وان شاء الله. اخويا شنو كيقول لي دابا؟ المهم هاد الشهر مشكلين انا وياه. شنو كنقول نمشي المهم نديتها العيد ديالهم، نديتها النهار العيد ونسمح فيها ونمشي شي مدينه نرتاح، ولا نمشي قد كتبان لي غير نحرق اخاي بعضها شي. والله ما نموت في البحر. عافاكم كل شيء ديما، عافاكم كل شيء. والله ما نموت في البحر ولا نلاقي خويا معاه. اقسموا بالله اش غنقول لك ابراهيم؟ اللي غنقول لك هو نتمنى تعيط لي شي نهار تقول لي راك مرتاح. هي مسألة، ولكن ممكن شوف
شوف ربي تيسر، نتمنى كلشي دايم ما شاء الله، كلشي تيدعم في هذه اللحظه. دابا شي خويا هو حاليا غير كيشوفني كي ملي كنمشي لذاك المدينه فين راه هو. شكون هو؟ غير كيشوفني داك صاحبي. هو داك صاحبي غير كيشوفني كيهرب ما كيقدش عمار كاع ابدا، وفين ما لقيتو كنقول نحرقو فين ما لقيتو. لا 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 لا، نقول لك واحد الحاجه. نقول لك واحد الحاجه، نربي ونحرقو شي واحد ونكونو بلاصتك، نحرقو على شي واحد تيستاهل تيبغيني. كون كانت مثلا ديك السيده كانت بنت الناس وجا واحد ما نعرف شنو بغى يظلمها وبغى يدير لها وبغى يتعدى عليها، هي مسكينه صيناني، هي صيناني. اما وحده انا نضيع حياتي على وحده ما تستاهلش، انا ما نظنش الحياه تستحق تضيع حياتك على وحده ما تستحقش، انت اللي خاسر. اقسم بالله الا ضيعتي مشيتي غير نهار الحبس خويا ابراهيم. شتي الا مشيتي غير نهار واحد ديال الحبس انت اللي خاسر. بحال هذه الا لقيتي صيفطها للحبس، هي صيفطها للحبس وما ترحمهاش، ولكن باش انت تضيع حياتك لا. انا ما معك القانون، القانون كيبغي شي حوايج اللي وانا عندي الشهود ديالي، يعني القانون ما خديتيش عندي الشهود ديالي. كاين القانون ديال ربي، كاين القانون ديال ربي، تلقى بهم كاملين وغتاخذ منهم حقك مضوبل. سلم امرك لله وما غاديش يخيبك، سلم امرك لله. ولكن نصيحه، عمرك تضيع حياتك على شي حد ما يستاهلش، حياتنا ما نضيعهاش. اقسم بالله نقاطعك، اقسم بالله الا عندي الصنعه ديالي كنصور 4000 3000 في النهار وسامح فيها لا قبلوا باش ما نتلاقاش. فاش كنقول نتلاقى نضيع راسي ب 20 عام ولا اكثر الحس. شتي ولو تشوفه، ولو تشوف. السلام عليكم، ما تضيعش اخويا حياتك على شي واحد ما يستاهلش. ملي كنشوفه كيضربني الضو خويا، ولو تجي عينك في عينه ما تضيعش حياتك على ما يستاهلش. شكون هي؟ انت مشيت للحبس، هي داكشي اللي بغات، انت اللي خاسر. انت اللي خاسر، ما يبقاش فيك الحال. نتمنى كلشي دايم معاه، نتمنى شي نهار تعيط ليا خويا، والله تنتمنى شي نهار تعيط ليا ابراهيم، تنتمنى. الله يسلمك، نتمنى تعيط لي تقول لي تفاجات عليك. تنشكرك بزاف ابراهيم لانك شاركتي معنا القصه ديالك. تفضل. شنو كيقول العقل ديالي دابا ملي حملت ونخليها حاصله كل شيء ونخوي هاد المدينه ما نبقاش نعمر فيها ابدا. نسولك واحد السؤال، انت متاكد هذاك ولدك؟ هذا سؤال. اييه دابا هذا الشيء هو اللي زاد مشكلني عاوتاني. خويا الا داخلك الشيخ سير دير لها دين ياك، الا كانت بنتك ما عندهاش شي ذنب. البراء ما عندوش شي ذنب. وإلا ما كانش انت تعرف. فهمتي؟ شي واحد ما عندوش ذنب ما تدخلوش، واخا ما هي ماشي هي اللي غتحصل، البنت الصغيره اللي غتحصل ولا الولد الصغير. فخويا الله يرحم الوالدين، الولاد الصغار ما عندهمش علاقه. سير تاكد، دخلك الشك، سير اخويا محقق تاكد، سير تاكد باللي راه ولدك هذاك ولا بنتك محقق. ولكن باش تقول غنسمح فيه هذه كدره اخرى. خويا ابراهيم نتمنى ربي يسر لك ويفتح لك في بال الخير، ونشكرك بزاف. الله يسلمك. شاركتي معنا.